علي حاكم شرعي ومعارضة خارجية غير مشروعة. احنا في عالمنا اليوم حكومات غير مشروعة ومعارضات لها شرعية. لاحظوا ها، معارضات اليوم لها شرعية وحكومات فاقدة لشرعيتها. الحكومات التي تظلم، الحكومات التي لا تجعل الحق محورا لها، الحكومات التي تسلب الحرية، الحكومات التي تزعزع الأمن، الحكومات التي تسفك الدماء، الحكومات التي تعتقل الأبرياء، الحكومات التي نهجها نهج الغاب لا شرعية لها. والمعارضات من الشعوب يطلبون الحرية، يطلبون الكرامة، يطلبون العدالة، فهذه مطالب شرعية عند الشعوب، عند المعارضة، وممارسات حكومية غير مشروعة. وتعال شوف شو تتعامل الحكومات بالظلم والجور وبزيادة سفك الدماء وبزيادة الظلم. احنا خلينا نلاحظ منهج علي، أخذ البيعة بحرية الناس وجماعة وساوى بين الناس، عدل بين الناس، وقال أنا ما أقدر أظلم واحد، ما يمكن أن يظلم واحد، والحق هو محوره لا الدولة لا الكرسي، لا يجلس على كرسيه من خلال الجلوس على جماجم البشر كما هي حكومات اليوم، لا يتمكن من بقائه على الكرسي إلا على جماجم البشر. ظلم والعياذ بالله، يعني السفك للدماء جرائم شنيعة، إجرام لا يحد. هذه حكومات، تعالوا نقرأ حكومة الإمام علي، حتى هذه الحكومات نفصخها نشرشحها نعرف. لا حد يتلبس لا بالدين ولا بالأمن ولا شيء، والله واحد مجرد الحكومة تسقط يزعزع الوضع. من يقول كله كذا في كذا؟ هم أساس زعزعة الوضع. انت شوف علي كيف تعامل مع الخوارج، ثلاث طوائف من الخوارج. أول من خرج هو طلحة والزبير وعائشة، وهم من الخوارج وهم أساس الخروج على الحاكم. ثم خرج معاوية، ثم خرج الحريريون، والاسم التصق بهؤلاء، وإلا كلهم خوارج. من نكث عهده ومن قصد، كلهم خوارج، النافثون والقاسطون. بس على هناك المارقون سمي الخوارج. من مرح، من نكث بيعته خارجي، ومن قصد فهو خارجي، ومن مرق في الدين فهو خارجي. كلهم خرجوا على الحاكم الشرعي، حاكم شرعي وحاكم ظالم. الخارجي يسمى خارجي لأنه يخرج على الحاكم الشرعي وليس على الحاكم العادل. وعائشة وطلحة والزبير خرجوا على علي فهم خوارج، ومعاوية وأتباعه عمر بن العاص وما شابه خرجوا على علي وهو الحاكم الشرعي فهم خوارج. ثم جاءك المالكون، جاءك المالكون، بس الاسم صار لهناك؟ لا، كلهم صح غلب عليهم، لأن بعدين هؤلاء انتهى، غلب على هؤلاء.